حركة المقاتلات الجوية من على متن الحاملة أيزنهاور هنا في البحر الأحمر هي كثيفة جدا. وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا إلينا قبل قليل فأن نحو 80 طلعة جوية تنطلق كل 24 ساعة من هنا لضرب أهداف يمنية تابعة للجماعة الحوثي ليست بعيدة عن هنا. وفقا للمسؤولين فأن نحو 15 دقيقة إلى 20 دقيقة على الأكثر يمكن لهذه المقاتلة أن تضرب الأهداف. الأهداف التي يتم ضربها أحيانا تكون استباقية مثل مسيرات مجهزة للانطلاق أو صواريخ باليستية مجهزة للانطلاق ضد الملاحة التجارية أو ضد أهداف قريبة من إسرائيل في إيلات مثلا. إذن الحركة هي قوية جدا، والمسؤولون هنا يؤكدون أنه منذ أول يناير من هذه السنة فأن الضربات الجوية كانت كثيفة جدا، ويعتقدون أن الحوثيين استخدموا كل أنواع أسلحتهم ما يتعلق بالصواريخ المفرطة التي يملكها الحوثيون، فبرأيهم هذه ليست دقيقة. جو ثابت، سكاي نيوز عربية.